اخويا مضرورين، الساكنه كلها مضروره، ماني الطاكسيات حتى هما مضرورين، حتى واحد ما كاين في الزينه. حنا خدامين على وليداتنا، كنديروا ميناج باش نخرجوا نجيبوا لهم ما ياكلوا. واش اليتامى نخليهم بالجوع؟ ما كاينش اللي يجيب لك حتى طرف ديال الخبز. 20 درهم طاكسي، 20 درهم. لا خويا ما عنديش، ما عندناش كلشي، ماشي غير انا كنهضر على نفسي، كاملين الساكنه كامله. واش تخلص على دري ترابيه؟ ويلا ما لا هزو يشدوه هو يديو الفورين وحشومه، حتى هو ما بغيناش ليه مضريره. ما عنديش اخويا، عندي اليتامى نمشيو 140، اول مره 140، عقب في كورونا زادونا 10 دراهم، قلنا ماشي مشكل. دابا لحقت اليوم في الصباح لحقت 400 درهم، هضرنا معاهم قالك ثلاثة البلايص ب 20 درهم، كل بلاصة ب 20 درهم، ما عندناش شي حل اخويا، اليوم اصبحنا موقفين. لا قالوا علينا هما اللي قروا هذا الشيء، انا مو الطاكسي، قال لك لا 20 درهم. لا خويا انا عم ماني الطاكسي اللي قال لك خلصت 20 درهم. وقع فوضى خطيره هذا الشيء اللي تنشوفوه في بلادنا، هذه حقره على المواطنين. الزياده ديال الطاكسيات هذا الشيء خصو حيد. الطاكسيات كانت النوبل ولا 6 درهم وزادوا 2 درهم 8 درهم وزادوا 2 درهم 10 درهم وجات كورونا حصلوا 260 وحشومه. دابا تيطلبوا ب 20 درهم، علاش؟ علاش غيكريسيو المواطنين مساكن؟ ما نهضروش على الخدمه. واحد المواطن الحي المحمدي راه من برشيد كنشوف الطاكسيات تاع عبد الله ب 10 درهم، الكار كنشوف فيه ب 7 درهم، علاش انا طاكسي ب 20 درهم او 10 درهم؟ عيب وفوضى ومخرجين مرونين مخزن عرقلوا الطريق ولاو، هادشي خطير تنشوفوا فيه. تمشي وتجيب ب 40 درهم، عيب وعار. حشومه واحد السيده غتمشي تشوف ولدها او غادي السبيطار او غادي العمل، بنت خدامه تتربح 3000 ريال السيمانه تعطيها المونطاكسي. حشومه نبداو نتكريسو في بلاد القانون، زياده في الطاكسيات زياده في المحطات، عيب وعار. حشومه هاد الحقره على المواطنين. كنطلبوا من جميع المسؤولين ودوك المسؤولين الناعسين او المسؤولين اللي مأيدين خصهم يحدوا هادو، وخص دوك المراقبين خصهم هما اللي يتعاقبوا، لانهم عارفين كلشي ومرهم. وحشومه كل خطره حابسين لينا الطريق، كل خطره عيطوا على واحد كيجيب الطوموبيلات ويسدوا لينا الطريق. هادشي راه عيب يديروا مالين الطاكسيات، باش يبدا يدير لينا علم الغيب. غنمشي عامر ونجي خاوي، ما قالش بلي انه غيمشي عامر وغيتمشي يتعلق في شي بوطو. السرعه لا احترام لا نظافه، ما كيلبسو مزيان ما والو، فارضين على المواطن الفقير، عيب وعار. واش هذا هو الجزاء ديال ولاد الحي المحمدي اللي حنا تلحنا هنايا؟ لا بني بنوا لينا مزيان، بني عشوائي، لا مساحه خضراء. اليوم راه كان برنامج كيهضروا على المساحات الخضرين، يقولوا لينا شي مساحه خضراء كاين هنا؟ هذا كاريان سنترال. المقاومين والمناضلين واللي خرجوا الفن، اللي رجال الحي المحمدي، راه كيتضرب بهم المثل في العالم، راه معروفين ولاد الحي المحمدي، وهذا هو الجزاء. ولكن الحمد لله حنا بخيرين وتنشكروا بلادنا وتنشكروا مالكنا. حنا عن ساكنة كريان زهرابة اللي استفدنا من إعادة التأهيل في هذه المنطقة ديال الحلحال. بالنسبة للمشكل أخويا، هو المشكل ماشي وليد اللحظة، هي عدة مشاكل كنا كنعانيو منها منذ أن انتقلنا لهذا السكن. مشاكل كثيرة، من بينها أن تفرضت على المواطنين واحد الخطية غير قانونية بالنسبة للكهرباء. ضيف على ذلك أن بالنسبة للنقل، كاين هنا صراع بين أصحاب المجاطية وأصحاب الهراويين، اللي كل واحد كيهز بالثمن ديالو. ضيف على ذلك أن في البداية داليهم ثمن ديال 7 دراهم بحال الهراويين، قال لك لا حنا ما نهزوش ب 7 دراهم، حنا غنهزكم ب 10 دراهم، بغيتوا هاد الطريفة؟ ما بغيتوش، حنا ما خدامينش هنايا. أنا شخصيا من اللي كنت كنقول لهم غير سيروا، ما بغيناكمش. حنا إلا كنا غنمشيو ب 10 دراهم نمشيو حنا في النقل السري حسن لينا. علاش؟ لأنهم هما كيقول لك بعدا هاد القراوية غير قانونية، يعني طاكسي قراوي يهزك باش ما بغى، بغى يهزك ب 10، يهزك ب 14، يهزك ب 20، المهم أنت. لدرجة أن واحد السيد قال لي وأنت بعدا المبارك اللي لقيتي اللي يجيبك من تما لهنا، هاد البلاصة راه مقطوعة. دابا الثمن مع كورونا قالوا 20 درهم،
ولا يعقل ان انسان ان امراه مسكينه خدامه ب 70 درهم تمشي ب 20 درهم لحي الفلاح وترجع ب 20 درهم 140 درهم وتغدى ب 1000 ريال، يعني شحال غيولي عندها؟ راه غيولي عندها عجز، علاش غتمشي تخدم هي؟ حسن لها هنايا تبقى هنايا تاكل الحجر ولا تشرب الماء، حسن لها حتى الماء هنا غير حتى الماء غير صالح للشرب، الماء اللي غتشربوا الانسان باش يستافد منه في الجسم ديالو غير صالح للشرب، حتى حاجه هنا ما عندنا مقاده. بالنسبه لصحاب الطاكسي تفاجئنا اليوم بالتسعيره اللي داروا. هضرنا معاهم على اساس قال لك لا كيعلوا انه مع هذه الجائحه ديال كورونا قالوا لهم هزوا غير ثلاثه ديال البلايص، تفرضت عليهم ثلاثه البلايص اذا غيزيدوا على المواطن، اذا ما يمكنش ان الجائحه ضربت العالم كامل، يعني كل شيء متضرر منها ماشي غير المواطن، يعني ما يبقاش المواطن هو ديك الحلقه الضعيفه اللي جاي يعفط عليه. وحنا ساكتين وصابرين كنتسناو التغيير. هو هنايا فينا هو هنايا روح التعاون اللي كنقولوا حنا في جائحه وخاص يكون التعاون بين المواطنين، يعني الطاكسي والنقل الحضري راه خاص يكون خاص يعاون الانسان. ما كنشوفوا حتى شي واحد، كنشوفوا فقط المخزن اللي كينظم هنايا اللي جرى على الناس من الشانطي باش يخوي الشانطي، وكنشوفوا الساكنه اللي كنشوفوها قليله، راه الناس كلها مضرره ماشي هذه هي الساكنه اللي مضرره. اغلبيه الناس راه ما مشاوش للخدامه، ما عندهاش باش غادي يمشي، واش غيمشي؟ واش الانسان غيمشي ب 40 درهم؟ باش غيمشي؟ غيمشي ب 40 درهم؟ وعنده حل، اما عنده حل يمشي ويدير السينيه حدا الشركه يجمعوا ليه باش يرجع. خويا كنا محتجين، جاو شي مسؤول من السلطه داو واحد قال لنا عطيونا واحد خمسه، عطينا خمسه مشاو معاه، اتفق معاهم على اساس ان من هنا لثلاث ايام غادي يكون الطوبيس في هذه المنطقه ياك، ودابا هذا حل جذري على ثلاث ايام، ولكن الحل المؤقت ما كانش، بقات السلطه كتدارس مع الشوافريه حتى انهم اكدوا بانهم يديروا يهزوا اربعه البلايص، من يهزوا اربعه البلايص يهزوهم 13 درهم، وهما في الاول كانوا قالوا لنا 20 درهم، لان السلطه فرضات عليهم انهم يهزوا ثلاثه البلايص، هاد ال 20 درهم هما قالوها لراسهم، قالت لهم ثلاثه البلايص والمجال مفتوح، يعني فهمتي دير اللي بغيت اللي عجبك، هما يقدروا يديروا 50 درهم كاع يديروا، ولكن حنا ما 50 20 درهم ما خداماش لينا، حنا يلا خدامين بالسميك، و 20 درهم الي 20 درهم روتور وتغداو هادي وتفطر وكذا، راه بحال كتخدم عليهم على مولين الطاكسيات.